مساء الخير من جديد وتحية لكل الناس اللي انضمت لمتابعة 24 جرات. وصلنا إلى فقرة ترند، واليوم في ترند نتحدث عن التغيرات المجتمعية وتأثيراتها. حناخد حفلات التخرج نموذج. كثير من التغيرات اللي حصلت أو اللي يعني شفنا المجتمع السوداني أنه اتغير في السنوات الأخيرة، في اللي رافض فكرة الانفتاح، في اللي لسه محافظ على العادات والتقاليد. عموما مفهوم الحرية في حد ذاته في كثير من الأجيال للأسف يتفهم خطأ. الحرية نفسها هي كل واحد بيشوفه انه دي حريه شخصيه، انت ما مسؤول من لبسي، انت ما مسؤول من سلوكي او تغيراتي. فاحنا حنشوف المواضيع دي باستفاضه مع المختص في هذا المجال الدكتور عثمان مرغني، اختصاصي نفسي وتطويري. سعيده انه تكون معنا في 24 جرات، مساء الخير عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم ومرحبا بكل الساده المشاهدين، وسعيدين في انه نغوص في قضايا تقود الى السعاده، تقود الى التطور، الى التنميه، وسعيد في انه الناس يتفاعلوا مع افراحهم بالصوره الايجابيه، وان شاء الله مزيد من التقدم والنفسيات يعني. ان شاء الله ان شاء الله. دكتور عثمان مرحبا بك. يعني نتفق انه السودان دوله شابه، فبالتالي شباب مفترض انه الناس كلها تقريبا مستوى فهمه يكون في مستوى واحد، لكن على ارض الواقع بنشوف انه في فجوه ما بين الجيل خلينا نقول الوسط، او جيل الوسط والجيل اللي بعده والجيل الاول، بنلاقي انه في فجوه، في عدم اتفاق، كل ناس افكاره مختلفه. يعني الشباب بيشوفوا انه الناس الكبار انتم مريتوا بمرحله، فاحنا من حقنا نعيش المرحله زي ما انتم عشتوها، والكبار بيشوفوا انه جيل طايش، جيل ما مسؤول. ففي كثير من التغيرات اللي حصلت او طرات على المجتمع السوداني. خلينا نقيف على اهم الاسباب اللي حصل بعدها تغيير او طرات على المجتمع السوداني فادت الى تغيره. أول حاجة طبعاً أنا بفتكر إنه كيف ما يفكر الإنسان بعد ذاك يشعر بالأشياء، يعني إذا كانت سعادة أو غيرها. نعم. طريقة التعبير أظن في يعني كما يقول يعني المربيون وكذا، إنه ربوا أبنائكم لزمان غير زمانكم. نعم. ولكن مع ذلك حتى المفاهيم بتاعتنا الحياتية، إذا كان في التعبير عن الحرية الشخصية أو الحرية الجمعية أو كده، هي طبعا برضو نحن عندنا فيها مشكلة في الفهم. ولذلك أنا أفتكر نحن أجيالنا بتحتاج إنه إحنا جزء من التربية حقتنا، إذا في البيت أو في المدارس أو في الجامعات، نحن محتاجين نربيهم على إنه يعني يحققوا الجودة حقت الحياة. جودة الحياة بنفتكر إنه من ضمن التفكير والحريات ذاته، والتعبير عن اذا عن الفرح او عن غيره من الاشياء الاخرى. ولكن طبعا برضه هي حاجه نسبيه، يعني ما بنقدر نحن نضبط بها شخص. يعني المشاعر الجوادي، في زول بيعبر عن الفرحه بابتسامه، في زول بصرخه، في زول بزغريته، في زول بكوريك، في زول بحاجه كده صعبه جدا لا تحتمل. أيوة. زي السلام، الشعوب بالمناسبه اختلاف في موضوع السلام، في ناس بيسلموا من غير مصافحه، في ناس بيسلموا بقوه زي السودانيين، في ناس بالاحضان بصوره كده صعبه جدا حتى في الاشواق. التعبير عن الحياه كلها عموما هي نحن هي جزء من سلوك، جزء منه فطري وجزء منه مكتسب من المجتمع. لكن عموما انا افتكر انه الاسباب بتاعه التعبيرات دي جزء من التربيه حقتنا، جزء من الحاصل في العالم الان، جزء من ما تفعلوا بنا وسائل التواصل الاجتماعي. يعني رفعت طموحنا في التعبير عن حياتنا، في التعبير عن 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 مشاعرنا وعن حبنا وعن كده وعن كده. فانا بفتكر انه هي ما بتفك مننا وسائل التواصل الاجتماعي، ربت معانا الجيل الجديد. الاباء بالذات مرهقين جدا، ما عندهم دور كبير في صناعه اولادهم وبناتهم، والامهات الى حد ما مرهقين بشنو؟ ومشغلين بشنو؟ ها؟ منشغلين بشنو الامهات؟ الاباء مشغولين كسب العيش. اي اغلب 90% من الشعب السوداني يطلع الصباح بيجي المساء مرهق من الرجال، ما عندهم الا فرقه يوم الجمعه واحتمال السبت يعني. النساء مشغولات بالواتس بالفيس بحاجات كثيره. الاتهام واضح. لا اتهام حقيقي. عشان كده بالمناسبه في موضوع التربيه، حتى طريقه تفكير الاولاد احنا ما عندنا فيها مساهمه كبيره. يعني هم معتمدين تماما على 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 التلفزيونات، على الفضائيات، على الوسائل. عموما انا افتكر الاسباب بتاعتنا بتاعت التكوين الداخلي ذاته بيجي من وين؟ طريقه تفكيرنا بتصنع معانا ميديا الان كبيره جدا ضخمه، بتصرف ما تصرف من الاشياء. نحن ضعيفين، مدارسنا وجامعاتنا ما عندها علاقه كبيره بالتربيه، عندها علاقه بمعلومات بسيطه عشان الزول يشيل له اوراق اكاديميه
اسمها شهادات. ولذلك الأسباب الأساسية بنفتكرها إنه يعني موجهة في طريقة التربية، طريقة صياغة الجيل الجديدة. نفسيا أنا بفتكر إنه بيحسوا بالانهزام إذا ما عبروا. أنا ما بالمناسبة قاعد أفتكر التعبيرات الطبيعية اللي بتطلع من الأولاد والبنات الآن، حتى لو ما نحن ضبطناها خلاص هم متعلمين نوع من الحرية، لكن لازم نتعلم الحرية فيها حدود، الحرية فيها حدود والرقابة والحوار مع الأسرة. لكن الانشغال ده يعني هل بسبب فعلا أن الأمهات منشغلات على الواتساب والفيسبوك، ولا من المكتسبات الخارجية والانفتاح اللي ممكن يكون يعني حتى لو الأم راقبت وبيقعد عندها حساب على الفيسبوك ممكن الولد نفسه يستخدم عمر معين عشان يكبر نفسه بحسب قوانين مارك في الفيسبوك؟ بالضبط. وبالمناسبة يعني القصة ما كده، احنا ما في زول الآن، احنا ما عندنا طرق علمية نعلم بها إدارة الحوار التربوي ما بين الأم والأب والأولاد، ما عندنا كلام زي ده. عندنا حاجة كده لميناها كده من عندياته، كله ده حسب تجربته الشخصية أو اطلاعه أو ثقافته. لكن الوسائل التواصل بقى الأولاد خاصة الجامعيين يعني عندهم فيها حرية بعد الثانوي، عندنا حرية بتاعت فيس واتس للنهاية في برنامج. عموما ما في مادة ثقافية تكوينية، يعني اختيار المبادئ والقيم عندنا ما كبير، ده بيخلينا طريقة التعبير حقتنا تكون بالمناسبة. حتى التعبير في البيت مع 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 الأم إذا صاحبت الأولاد في البيت مرات بيتجاوز الخطوط الحمراء. ولذلك عموما أنا مفتكر إنه من الأسباب والدواعي النفسية إن إحنا ما عندنا الحاجات مضبوطة كويسة، الأهداف عندنا غير واضحة، مرات في إحباطات في الحياة كثيرة بكل أسف بتأثر فينا، بتطلع بعد ذلك في صور تعبير قد تكون صعبة بالناس. وحتى تعبيرات التخريج الصعبة دي مرات هي جزء في حاجات جوه كده نعبر بقوة عشان كأننا طيب. عايزين نعمل بالانس داخل النفسية. ده مربط الفرس يا دكتور. يعني شفنا يمكن عبر وسائل التواصل الاجتماعي حفلات تخريج الواحد ممكن يكون مندهش، والمدهش أكثر إنه الأم والأب والأسرة كلها موجودة في الحفلات. طيب هل ده ناتج عن فعلا إنه هو كبت ودي لحظة بتاعت فرح بيطلع فيها كل المشاعر اللي هو مفترض يطلعها؟ يعني خلينا نمسك الموضوع والظاهرة دي سلبا وإيجابا عن إحنا في فيديوهات كثير بنشوفها. يعني أنا ما عايز أحكم عليها لكن عايز أشوف رأيك أنت كمختص. هو شوف إن إحنا بنفتكر إنه التكوين بتاع التكوين الداخلي حقك، حتى أقل هو الكلام يقول لك الضمير الزول ده عنده ضمير وما عنده ضمير. الضمير ده نحن نفتكره هو جزء من الأشياء اللي يفترض بتوجه الإنسان. يعني هو صوت داخلي بيجيك بيوريك الخطأ والصواب. نحن عندنا البناء الضمير ده يعني بيتغذى وبيمشي لقدام إذا أنت استجبت لتلقيناته. إذا ما استجبت خلاص بيتعطل بالمناسبة. ولذلك أنا بفتكر إنه الظواهر نحن ما عاد نتكلم في صح وغلط، نتكلم في طريقة التعبير، في طريقة الحرية المحدودة عند الشباب. الفرح بالمناسبة التعبير عن الفرح شيء طبيعي. شيء طبيعي الزول يعبر عن فرحه وعن نجاحه بعد مرحلة صعبة جدا من الدراسة، من التعب، الإرهاق، الكده، القلق المتواصل على النتائج. فلما تتخرج من الجامعة ده موضوع رهيب بالمناسبة، هو موضوع جميل. لكن خلونا نقول التعبير عنه يفترض صحيح يشتركوا معك فيه عامة الناس، ناس البيت والحلة والجيران وأهلك وتفاصيل كثيرة. ولذلك طريقة التعبير دي هي طريقة ثقافية حسب ثقافة المجتمع. الآن نحن مجتمعاتنا بقت مجتمعات قلقة، مجتمعات تعبانة بتعبر عن حاجاتها بقوة. المجتمع السوداني مجتمع عاطفي، مجتمع صعب جدا الشخصية السودانية. فعشان كده احنا في لما نودع الناس في المطار قاعدين نبكي، ولما نيجي راجعين برضو قاعد نبكي معهم. يعني طريقتنا طريقه صعبه التكوين حقنا. اولادنا نفس الحكايه الان مع التاثيرات الاخرى. فمرات بيجيبوا الجدعات الجديده اللي بيسموها دي. يعني احنا مرات انا قاعد حضرت كم حفله تخريج بخرج الناس فيها، يعني كاساتذه الجامعات مرات بيختارونا نخرج الشباب دي. لكن مع الزحمه الكثيره حكايه الصح وغلط دي يا جماعه افراحنا. انا شخصيا بفتكر انه هي جزء منها طبيعي. أسير من نعبر عن الفرح في الزواج، أي زواج عندنا في عادي الناس بيلبسوا أي حاجة، يعني النساء بيلبسوا أي شيء ما يعني فرقت. يعني فأنا بفتكر إنه التعبير حقنا ده ما نحن شايفين أهلنا بيعملوا في شنو، الأولاد بيعملوا زيهم. يعني ما في حدود. الناس بيتكلموا الآن بينتقدوا اللبس والشنو والحاجات للفتيات للطالبات. أنا بفتكر إنه القصة ما كده، هي القصة مجتمع كامل. طيب هل يعني عنده ثقافة بقت ماشية في الاتجاه؟ هل ده طبيعي إنه أنت تتوقع على فانيلة أو تيشيرت الخريج؟ هل طبيعي حفلات الحنة؟ هل طبيعي جلسات التصوير اللي شفناها مؤخرا بطريقة شوية ممكن تكون؟ هو طبعا ما طبيعي. هذا طبيعي؟ طبعا عشان ما نظلم الطلاب ذاتهم. أنا مرة عملت إحصائية فلقيت إنه اللي قاعدين يشاركوا في التخاريج ذاتهم
ما هي أعداد كبيرة من الطلبة يعني. قد تكون أغلب 40% بالمناسبة من كل دفعة. احتمال التكاليف الباهظة وأغلب الناس أسرهم من الأسر حالة السودان يعني. احتمال في ناس عندهم طرق تعبير مختلفة يعني. بتناقش مع المدام فقامت ذكرت لي حادثة للحلقة دي إنه في ناس في حاجة متداولة كان في الواتس قوية جدا في الفيس إنه واحد أبوه ترزي فساق باظ التخريج كله أول حاجة مشوا الترزي في محله هناك ولبسوا النيابة عنه الروب حقه والإيه وصور معه. فأنا بفتكر في ناس عندهم طرق تعبير مسؤولة في موجودة. طيب. في واحدة تانية أبوها فقير فمشت أول حاجة والأمة مشت لبستهم البتاعة في البيت صورتها ونشرتها. أنا بفتكر إنه صور التعبير هي ما كلها يعني في حاجة صعبة المجتمع قد يرفضها المجتمع يعني زي الحنة زي ما أعرف إيه وكذا. رغم إنه يعني بفتكر إنه يفترض زي ما قال الطور بتاع المسؤولية الآن هو بدأ هو كأنه بودع قايته في عهد بتاع لها مسؤولية. أنا عايزة دي التحية للشاب اللي كان وصل والده مع كل الدفعة اللي والده كان ترزي وإحنا استضفناه عبر الهاتف في واحدة من الحلقات. إحنا بنحييه وبنبارك له التخريج. طيب خلينا نتكلم عن عمر المسؤولية والمسافة ما بعيدة يعني أنا ذاتي لما أتكلم عن أنه تخرجت قبل مثلا كذا سنة ما دايرة أقول عشان ما تمسكوا علي يا شباب في الكنترول فبيشوف إنه تصرفات الجيل الوراي دي ما مسؤولة يعني مثلا نفس الشيء بتلقى اللي تخرج قبلي 20 سنة بيقوم يقول لك يا أخي ذي الشباب ما مسؤولين. عمر المسؤولية ده بيبدأ من 200 إذا كنت أنت حاصل على بكالوريوس الطب أنت طبيب. لما أنا كمواطن سوداني وإحنا سوداني انطباعيين زي ما أنت حضرتك تفضلت وذكرت لما أشوف دكتور بيرقص بعد ذاك أقول يعني أنا ما أقول يجي يوم أمشي للدكتور ده ويكشف عليه وكده. ففي في في حالة بتاع التشتت كده يعني عمر المسؤولية الحقيقي بيبدأ 200 إذا أنت بتفتكر إنك بعد التخرج أنت عندك مسمى وظيفي وأنت شخص بتمثل مجتمع سوداني أو مسؤول من وظيفة بتقدم خدمة معينة تجاه هو طبعاً هنا يعني. عندنا جماعة عمر المسؤولية ده بعد سن النضج والرشد وعالمياً متفق في ميثاق الأمم المتحدة إنه دون 18 سنة فهو طفل يسموه طفل وما ده الأطفال أنا في تقديري 16 17 سنة يعني في بعضهم وصلت 19 لا التخرج ما قبل كده يعني لو في أجيال كده في 21 21 احنا بنسميها المراهقة المتأخرة عند البعض كويس لكن مرحلة النضج يا جماعة بتاعتنا هنا نحن ما يفترض المسؤولية ما بين 18 تبدأ المسؤولية يفترض كده لكن احنا هنا التركيبة حقتنا في السودان لا عكس كده لأنه الأسرة ذاتها ملاحقات كأنها هي المسؤولة منك وتصرف عليك وكده يفترض بعد سن 18 في كل العالم الزول قاعد يشيل نفسه يعني يكون هو بيعون نفسه. لكن إذا قلنا مرحلة الجامعة صراحة يعني يفترض الواحد لو من نصف سن العشرين يكون مسؤول مرحلة مسؤولية حقيقية لأنه يفترض يعني عمر 22 23 يفكر في الزواج مش الحب بتاع الجامعة ذاك والتكيز زي ما يسموه الجماعة والحركات دي لكن الحب الحقيقي اللي بيعيش يا حبيبي معلمنا سامي هذا ونسينا امبارح ده أنا بفتكره هو بيبدأ بعد ده. أنت في مفترق طرق بعد التخرج من الجامعة أنت الآن تشتغل شنو وتبدا بيئة شغل اذا في تخصصك ما في اثنين عشان كده انا بفتكر من سنه ثانيه ناس برا دائما بفكروا يا الدين الواحد يمشي في يبدا مسار وظيفي مع شركه مع مؤسسه مع صحبان مع بعض كده لكن احنا ما قاعدين نستعد ما في استعداد لمرحله المسؤوليه ما في عشان كده الجامعات يا جماعه يفترض يكون جزء من شغلها ومناهيها ان شغل المسؤوليه خلاص السنه الجايه والبعده بالمناسبه احنا في الجامعه دائما لما ندرس الطلبه بنحسون الناس صغار باستمرار يعني وفعلا قد يكون كذلك يعني بنحس الناضجين فيهم قليل حتى تصرفاتهم وحاجاتهم وكذا. فعموما انا افتكر انه السن تحت المسؤوليه الحقيقيه افترض تبدا بعد ال 20 هي 18 انت خشيت سن الرشد خلاص خلينا نقول بعد ال 20 بالكثير فالطلبه دي اللي افترض يتخرجوا 22 على قولك فال 22 او 23 سنه انت زول بعد ما افترض تكون ناضج لكن انا قاعد يجيني احساس مره انا بحلل في الظاهره الناس كانهم قاعدين يخموا في رماد الجامعة والتخرج استعدادا للحياة كأنه كده فالتعبير بيكون صارخ أو مرات بيجي إحساس إنه في إحساس نفسي إنه كأنه خوف من الحياة القادمة اللي هم ما جاهزين لها واللي بتعني المسؤولية نحن ما دربناهم عليها في الجامعة. أتمنى يكون في استضافة تانية عشان دايما إحنا بنقول بنتمنى نبني السودان وبنحلم نبني السودان وبنبنيه وبنحلم به ويومات إن شاء الله. أتمنى يكون في استضافة تانية عن كيف ندي الإضاءات والطريق الصحيح للشباب اللي الآن موجودين في الشارع وإنت حضرتك قبل الحلقة برضو كنا نتكلم في الموضوع في استضافة تانية إن شاء الله توعدنا على الهواء إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. استضافة تانية إن شاء الله. أحبابكم 10 وإن شاء الله يعني نقول لشبابنا دائما
استعدوا يعني خلوا التخريج هو فرصة للاستعداد للعطاء للنماء عشان ما تقدم بصورة حقيقية تخصصك وطاقتك للبلد، وعشان نبنيه حياتهم. وتحية بالمناسبة من هنا لثوار في الشارع لجان المقاومة المختلفة اللي اليومين ده بيديروا في حوار جاد جدا في انه يتحولوا من الطور بتاع المتاريس الى طور المسؤولية وبناء السودان ان شاء الله. وانا افتكر طريق الشباب حتى الخريجين على غيره افترض يكون ده اتجاههم الجديد، وحافظوا على اعصابكم وانفعالاتكم. وانا بذكر دائما الزول بيبتسم بيحرق 13 خلية، لكن اللي بينفعل وبيصور او كده بيحرق 74 خلية. فمرات خلونا بعيدا من الاحباطات، نعيش تفكير ايجابي تفكير جيد عشان نكون اقوياء ونمشي لقدام ان شاء الله. شكرا لك دكتور عثمان مرغني، اختصاصي نفسي وتطويري. شكرا مستر.